وللحديث عن التطورات في غزة في ظل استمرار المجازر من قبل الاحتلال والانتهاكات المتوازية من قبل في الضفة الغربية، معنا من طول كرم حمد الله عفان الكاتب السياسي، وكذلك من برلين الباحث القانوني والسياسي أيمن فهمي أبو هاشم. البداية معك أستاذ أيمن، يعني من خلال كلمات ممثلي الدول أمام محكمة العدل الدولية، إلى أي مدى ترى أن العالم وصل إلى قناعة بوجود ظلم غير مسبوق وقع على الشعب الفلسطيني مقابل ضوء أخضر منح للاحتلال بذريعة الهولوكوست؟ الله أوقاتك وأوقات الضيف الكريم أيضا ومتابعينا الكرام، أهلا بك. الحقيقة الصورة يعني تنم عن وجود مفارقة صارخة ما بين وجود موقف دولي يزداد هذا الموقف انحيازا ودعما للرواية الفلسطينية، ويؤكد بأنه أكثر معرفة اليوم بالصورة الحقيقية لنظام الأبارتهايد الصهيوني وممارساته الإجرامية في غزة وفي الأراضي الفلسطينية. في هناك انفضاح لصورة إسرائيل في العالم فعليا على الجبهة الإعلامية والقانونية والمدنية بصورة كبيرة، وما يجري أمام محكمة العدل الدولية ليس فقط في القرار الذي صدر عن هذه المحكمة سابقا والمتعلق باتخاذ يعني تدابير احترازية أو مؤقتة لوقف العدوان، وإنما أيضا اليوم نرى بالمرافعات التي قدمها العديد من ممثلي الدول حول عدم قانونية الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الأراضي المحتلة وعدم مشروعية هذا الاحتلال. هذا كله تأكيد على وجود وعي دولي، نعم، ووجود أيضا تغير حقيقي في المواقف الدولية من القضية الفلسطينية، لكن بالمقابل، نعم، المؤسف أن هذه الصورة لا يتم ترجمتها فعليا في اتخاذ مواقف عملية وتنفيذية تؤدي إلى ردع هذا الاحتلال وإلى إيقاف وقف ولا إيقاف عدوانه الوحشي على أهلنا في قطاع غزة. هذه هي المشكلة الحقيقية التي يعني تعكس هذه الصورة التي لا يمكن أن يشعر أهل غزة حيالها بكثير من الإطمئنان، نعم، وإنما مطالب الناس الآن بشكل فوري هو وقف إطلاق النار وفك الحصار وإدخال المساعدات، نعم، من أجل على الأقل تفادي أيضا الكارثة الإنسانية القادمة في حال استمرار هذا، نعم، العدوان. لك السؤال الآن أستاذ حمد الله، يعني لماذا يرفض نتنياهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد 30 عاما من اتفاقية أوسلو في ظل تمدد للاستيطان بشكل غير مسبوق لا يوفر حتى قطاع غزة؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم أخي مصطفى. يعني أولا إذا نتحدث عن مواقف يمين نتنياهو متقلبة وذلك حسب مصالحه الشخصية، أولا من يمين نتنياهو كان قد تفاوض مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات لتنفيذ الجزء المتبقي من اتفاقية أوسلو، وكان قد اتفق مع السلطة الفلسطينية برئيس الشهيد ياسر عرفات على الانسحاب من الخليل وانسحاب من الخليل. ثانيا هو كان قد وافق فيما يسمى بإعلان بار إيلان وهي جامعة محسوبة على اليمين، وتحدث عن دولة فلسطينية إلى جانب دولة الاحتلال. وبالتالي الآن ما هي الأسباب الذي يرفض من خلال الآن الاعتراض؟ هي أسباب شخصية. أولا دعني أقول وباختصار شديد الوقت ضيق، أولا تراجع شعبية بنيامين نتنياهو بسبب قضايا الفساد بحقه والمحاكمات التي منذ عدة سنوات وهو يعاني منها، هذا بالدرجة الأولى. ثانيا تراجع شعبية حزب الليكود بسبب خضوعه لإملاءات اليمين المطرفة. هذه الحكومة شكلت قبل عام من الآن وبمشاركة حزب ما يسمى عثمة يهودية برئاسة بن غفير والصهيونية الدينية سموتريتش، وهي يعني الأكثر يمينية وتطرفا وخاصة المواقف هذه الأحزاب المتطرفة. وبالتالي هذه الحكومة فيما إذا يعني تجرأ على ذكر دولة فلسطينية هذه الحكومة ستفشل، سيستقيل منها بن غفير وأيضا سموتريتش، وأيضا تراجع في شعبية بنيامين نتنياهو بشكل شخصي وأيضا الليكود بشكل عام. وهذه الحكومة بعد أحداث 7 أكتوبر الآن يحاول بنيامين نتنياهو أن يغلب مصالحه الشخصية ومستقبله الشخصي على حساب طبعا المعاناة اليومية. أولا يعني إذا كنا نتحدث عن قطاع غزة، عن ما تم تدميره، يعني ثلثي قطاع غزة من مباني دمرت، المستشفيات، المدارس،
الأطفال الشهداء حوالي 29,540 شهيد لغاية الآن، حوالي 69,500 جريح، وأيضا يعني المعاناة اليومية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. الآن بنيامين نتنياهو منذ 7 أكتوبر هو يعني إذا كان قد فشل على مستوى الإدارة الداخلية لحكومته، فتضاعف هذا الفشل بسبب الوضع الأمني منذ 7 أكتوبر، وبالتالي هو يحاول قدر الإمكان تبييض يعني نوعا من صفحته أو شخصيته، واستعادة ولو جزء بسيط من وجهه، وبالتالي يعني يحاول قدر الإمكان الآن تطويل أمد الحرب، عدم ذكر دولة فلسطينية يعني على يعني بالرغم من المطالبات لغاية الآن حتى يكون هنالك وفق. وموضوع الدولة الفلسطينية أو ما تحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لمصالح شخصية لبايدن في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تراجع شعبية الديمقراطيين وبايدن بشكل شخصي، وهم في نهاية العام هنالك انتخابات، وبالتالي بنيامين نتنياهو لا يستطيع حتى الحديث عن أي دولة فلسطينية. أرجو أن تبقى معي أستاذ حمد الله. من جديد إليك أستاذ أيمن، يعني مع تصريح وزير الخارجية الأمريكي بحرصه على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، السؤال هنا أين واشنطن اليوم مما يجري في غزة من حرب إبادة؟ واشنطن يعني أثبتت منذ اليوم الأول للأحداث في غزة أنها طرف داعم وشريك لحكومة الاحتلال، ليس فقط على الصعيد السياسي وإنما هي شريك فعلي أيضا فيما يتعلق بالجانب العسكري في الإطار العملياتي، وهذا لا يعني تحدثت عنه واشنطن بصورة معلنة أنها تقدم السلاح وتقدم أيضا دعم بالمستشارين العسكريين والأمنيين من خلال دعم يعني ضباط وخطط الاحتلال في غزة. هذا أمر أصبح معروف للجميع، وبالتالي لا توجد اليوم يعني سقطت مصداقية واشنطن عندما كانت تدعي أنها طرف وسيط أو نزيه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على العكس تماما كل المواقف، وكان واضحا بلينكين منذ قدومه في الزيارة الأولى بعد 7 أكتوبر وأعرب عن هويته باعتباره يهوديا يقوم بزيارة إسرائيل وليس كوزير لخارجية أكبر دولة في العالم. وكلنا أيضا سمعنا تصريحات بايدن التي كان يقول فيها لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا أن نخترع إسرائيل، ذكر هذا في زيارته لإسرائيل. نعم صحيح، وبالتالي يعني هناك بالفعل اليوم يعني موقف عام لدى الفلسطينيين ولدى العرب ولدى كل المتضامنين مع القضية الفلسطينية في العالم، أن واشنطن يعني خذلت كل من كانوا يعتقدون أنها يجب أن تتخذ موقفا معتدلا على الأقل، وكل يعني سياسات واشنطن حتى في مجلس الأمن استخدامها للفيتو ضد وقف إطلاق النار وللكثير من يعني المشاريع التي تقدمت بها دول عدة في مجلس الأمن أفشلتها واشنطن باستخدام الفيتو، هذا يعني يزيد من الإحباط في الأوساط الدولية وفي أوساط الفلسطينية على وجه التحديد من إمكانية ردع هذا الاحتلال ولجم عدوانه، وأن تكون للقرارات الدولية مجال من التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع. واشنطن بهذا المعنى فعلا داعم للاحتلال، شريكة في جرائم الاحتلال، وتتحمل مسؤولية أيضا كبيرة قانونية وأخلاقية عما يجري في قطاع. نعم سأعود إليك أستاذ أيمن من جديد. أستاذ حمد الله، ولعلك يعني تزودنا بإجابة مباشرة لو سمحت، يعني هل ترى بالفعل أنه من أولويات واشنطن تحقيق سلام دائم؟ وهل تتوفر الشروط لأجل ذلك في ظل الاستيطان الذي يتوسع والمجازر المستمرة في غزة دون أي ضغط فعال على الاحتلال الصهيوني؟ نعم، يعني أولا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي تسعى جائدة وفي ظل الحرب الأكبر ما بينها وبين روسيا وبين الصين في منطقة الشرق الأوسط، هي بحاجة إلى استقرار منطقة الشرق الأوسط كمصلحة للولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام. الآن يعني أنا أعتقد أن هذه الضغوطات وهذا السلام الذي يتحدثنا هو أولا بالدرجة الأولى لخدمة مصالحها في منطقة الشرق الأوسط وزيادة من نفوذها وأيضا من سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص وأيضا على مصالحها في آسيا. الآن قضية الاستيطان والمجازر، يعني يوم أمس اليوم أعلن بلينكين على ما أعتقد في أحد في اللقاءات وتم سؤاله عن ما تم إقراره قبل الحكومة الإسرائيلية
إسرائيل اليوم عن بناء 3000 وحدة كردا على العملية الفدائية بجانب مستعمرة معالي أدوميم، وشعر بخيبة أمل. ماذا يعني خيبة أمل؟ الاستيطان مستمر منذ العام 1948 وبعد العام 1967، وبالتالي الولايات المتحدة لو كانت معنية فعلا بوقف الاستيطان لاستطاعت وقف ولجم الاحتلال الإسرائيلي. والمجازر، في موضوع المجازر، يعني منذ اليوم الأول والولايات المتحدة هي شريك فعلي باختصار لدولة الاحتلال، باختصار شديد للعدوان على قطاع غزة. كل ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا حتى الدول الأوروبية برئاساتها المختلفة يتحدثون عن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيلي، ولا يتحدثون عن وقف المجازر التي يقوم بها الاحتلال ضد الأطفال في قطاع غزة، أكثر من 29,500 شهيد، منهم حوالي 13,000 طفل. يعني هذه إبادة جماعية، لا يتحدثون عن إبادة، همهم الوحيد هو فقط استعادة الرهائن. وبالتالي هذه الضغوطات يعني لم ولن تثمر، والولايات المتحدة هي شريك لدولة الاحتلال في هذا العدوان على قطاع غزة. معنا أستاذ حمد الله من جديد إليك. أستاذ أيمن، على المستوى الحقوقي والإنساني، هل ترى بالفعل أن ما يجري في المحكمة الدولية لم يعد مجرد قضية إبادة جماعية فحسب، بل دفاعا عن القانون الدولي الإنساني؟ لماذا لا يعني يقيمون وزنا لمثل هذا الاعتبار؟ بالطبع أخي الكريم، بالفعل ما يجري الآن هو امتحان للقانون الدولي ولانحياز الدول لمبادئ الحق والعدل والكرامة الإنسانية وحق تقرير المصير. يعني القضية فعليا أصبحت حتى أكبر من الحدث الغزاوي على أهميته وعلى كل يعني طوفان الأسى والمعاناة التي تواجه اليوم أهلنا في غزة. مع ذلك اليوم العديد من الحكومات وشعوب العالم ترى بأنه إذا ترك لإسرائيل أن تقوم بما تريد أن تفعل تحول العالم إلى شريعة غاب. وبالتالي يجب العمل للحفاظ على مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى الاتفاقيات التي تنظم حماية المدنيين في أثناء الحروب، والعمل أيضا على تنظيم أيضا الصراعات بطريقة فعلا تحفظ دماء الأبرياء والفئات الأضعف في مثل هذه الصراعات. مع ذلك نستطيع أن نقول بأنه ما يجري في محكمة العدل الدولية تطور أيضا لافت ومهم لا يجب الاستهانة به، رغم أنه حتى الآن لم يتم يعني وقف هذا العدوان، لكن على الأقل هناك موقف دولي يعبر عن ضمير وعن رأي عام واسع ووازن من مغارب الأرض إلى مشارقها، دول كبيرة وأكثرية الدول عمليا اليوم في العالم تقف وتناصر الحق الفلسطيني من جانب قانوني وإنساني وسياسي، وقلة قليلة من تقف إلى جانب هذا المحتل وتدافع عن عدوانه وجرائمه. وبالتالي هذه المنازلة على الجبهة القانونية العالمية أنا أعتقد بأنه سيكون لها أيضا نتائج وتداعيات في المرحلة القادمة، ولا يمكن لهذا الاحتلال أن يبقى أصم الأذنين عن سماع أصوات الحق والعدل. وهذا أيضا يتطلب من الجانب الفلسطيني والعربي ومن كل أحرار العالم أيضا استمرار في استراتيجية فضح هذا الاحتلال، حشره في الزاوية، التمسك بمبادئ القانون، لأنه ليس لدى الضعفاء سوى القانون، والتمسك بمبادئ العدالية هو الذي يمكن من خلاله أن يشكل سلاح قوي في مواجهة هذا الاحتلال. سعود إليك بسؤال أخير بعد قليل أستاذ أيمن من جديد إليك. سيد حمد الله، ما احتمالات الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى في باريس مع حديث وسائل الإعلام الصهيونية عن وجود تفاؤل؟ ما الذي قد يجبر نتنياهو على الرضوخ، وما احتمالات إعلان وقف دائم لإطلاق النار؟ نعم، يعني أولا فيما يتعلق بالصفقة، كما تعلمون وبعد زيارة وفد حركة حماس القاهرة وإبلاغ الجانب الإسرائيلي أن هنالك ليونة ما في موقف حركة حماس، توجه أو يوم أمس أقر الكابينيت المصغر في حكومة الاحتلال إرسال وفد إلى باريس طبعا برئاسة رئيس الموساد ورئيس الشباك وأيضا ممثل عن الجيش الإسرائيلي وأيضا بوجود رئيس CIA وأيضا وزير الخارجية القطري والمصريين. حقيقة أن الوفد الإسرائيلي كان قد اجتمع بعد عصر اليوم في بين هذه الأطراف، وسيعود هذه الليلة إلى دولة الاحتلال ويقدم عرضا لجانب الإسرائيلي. حقيقة أن يوهم الحكومة الإسرائيلية، توهم المجتمع الدولي والإعلام بأنهم كانوا قد أعطوا يعني تفويضا كاملا للوفد، ولكن هذا التفويض كان يقتصر فقط على عدد من عدد الأسرى الذين يعني هم مستعدون لطلب
طبعا لإطلاق سراحه مقابل الأعداد الكبيرة التي كانت تطلبها حركة حماس. وأيضا في موضوع تسرب خبر من القناة 13 أن ربما هناك موافقة مبدئية من قبل الحكومة الإسرائيلية على السماح لبعض المواطنين من جنوب غزة إلى العودة إلى منازل في شمال غزة في حال طبعا هذه الصفقة استمرت. ولكن دعني أقول لك أن بنيامين نتنياهو بشكل شخصي غير معني بهذه الصفقة، وهو معني باستمرار الحرب، وأن هذه الصفقة يعني لربما هنالك تفاولا حذرا في يعني إمكانية نجاحها، وخاصة يعني كل الأطراف خاصة الجانب المصري والجانب القطري يريدون أن تبدأ هذه الصفقة خاصة مع بداية شهر رمضان، تكون فترة تهدئة للتخفيف. وضحت هذه الفكرة. سأعود إليك بسؤال أخير بعد قليل أستاذ حمد الله، أرجو أن تتفضل البقاء معنا من جديد. إليك أستاذ أيمن، يعني في الحديث أمام المحكمة الدولية تحدثت العديد من الدول عن استحواذ واشنطن على مجلس الأمن بسبب حق النقض الفيتو. هل من فرصة اليوم لمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية، وهي التي كانت واثقة من عدم القدرة على الحصول على إجماع قضاة المحكمة؟ طبعا هذا سؤال مهم، لأنه المطلوب الآن أن يتحول يعني مطلب محاسبة وملاحقة القادة الإسرائيليين عن جرائم الحرب والإبادة الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبوها في غزة إلى مسار قضائي أمام المحاكم الدولية. هذا ما ينبغي العمل عليه، وأنا أعتقد العديد من الدعاوى التي يتم تقديمها الآن إلى المحاكم الدولية هي بالفعل تشكل يعني مواد وداتا متكاملة فيها الكثير من الأدلة والإثباتات على ارتكاب جرائم دولية من هذا النوع. وهذا هو فعليا يعني ما ينبغي كما قلت العمل عليه من خلال تعاون كل القانونيين والحقوقيين في العالم، إن كانوا يعني فلسطينيين أو عرب أو أجانب. هذا هو المسار الذي يجب العمل عليه، لأنه واضح أن حكومة نتنياهو لا تريد وقف العدوان، لا تريد أيضا، لأن حتى موقفها من الدولة الفلسطينية، تصور أنه حتى رغم كل ما قامت به السلطة الفلسطينية هم الآن يعني ضد إقامة دولة، نعم، وجود دولة فلسطينية بالمستقبل. وبالتالي واضح تماما أنه الخيار الوحيد الضغط على هذا الاحتلال هو الخيار القضائي والقانوني، نعم، وبالتالي الاستمرار في هذه الجهود الدولية على هذا الجانب. وأنا أعتقد أنه الموضوع ليس بسيط أو سهل، هذا يحتاج إلى تراكم في الجهود وإلى يعني عملية مستمرة، وليست عملية يعني بصراحة تنتهي بانتهاء الحدث أو مفعول الحدث. يعني أنا أريد أن أشير هنا إلى ضرورة أن نستفيد من تجربة تقرير جولدستون عشية حرب غزة في عام 2008، أنه نستفيد بمعنى أنه يتحول الضغط بشكل مستمر ودائم من أجل ملاحقة المجرمين من قيادة الحكومة الإسرائيلية السياسيين والعسكريين عما ارتكبوه من جرائم في فلسطين. الكاتب والباحث الفلسطيني أيمن فهمي أبو هاشم، كنت معنا عبر الهاتف من برلين، شكرا جزيلا لك. وباختصار أستاذ حمد الله، البيت الأبيض طالب بإشراك الفلسطينيين في خطط ما بعد حرب غزة، وجدد رفض أمريكا احتلال القطاع. هل أمريكا جادة بتصريحاتها أم أنها فقط تهدف إلى امتصاص الغضب العالمي المتصاعد؟ ولأنه هو امتصاص الغضب العالمي ومحاولة يعني خلق نوع من التوازن ما بين دعمها المباشر ومشاركتها في العدوان على قطاع غزة وبين مصالحها وتراجع شعبية الحزب الديمقراطي بشكل خاص وبايدن بشكل عام في الانتخابات التي ستجري في نهاية هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هي أي دولة فلسطين هي محتلة، فلسطين هي محتلة، وأيضا كل الشرائع الدولية والقرارات الدولية لولا الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم حق النقض الفيتو وتدافع عن هذا الاحتلال لكانت في الدولة الفلسطينية قد أقيمت منذ زمن طويل. الآن هي مجرد شعارات فقط طبعا الولايات المتحدة الأمريكية استعادة نوع من هيبتها وخاصة بايدن. الكاتب والباحث السياسي حمد الله عفانا، كنت معنا عبر الهاتف من طول كرم، شكرا جزيلا لك.